فلنتعلم الألوان. هذا هو اللون الأحمر، فلنضيفه إلى الوعاء ونضيف القليل من اللون الأزرق. أوه، على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي. الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي. فلنضيف اللون الأصفر، نسكبه هنا. والآن أم نوم يضيف اللون الأحمر له. فلنمزجهما سوياً. على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي. أجل أم نوم، فلنحاول مجدداً. فلنضيف اللون الأحمر. حسناً، والقليل من اللون الأخضر. انظر إلى هذا، لقد تغير اللون. أجل، الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني. حسناً، فلنجرب اللون الأبيض. عمل جيد، أحسنت يا أم نيل. أجل، فلنضيف بعض اللون الأحمر. انظروا على ماذا حصلنا. الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي. مرحبا، أحسنتما صنعاً. حان وقت الذهاب، وداعاً. مرحباً أم نيل. أوه، ماذا فعل؟ إنه كوز، وهناك الكثير منه. يا إلهي، كم كوز يوجد هنا؟ هيا لنقم بعدها. أتعتقد أنه علينا فعلها أم نوم؟ أوه، إنها حمراء. الكوز الأول أحمر. سيكون لدينا الكثير من المثلجات. وها هي ذا الكوز الثاني بكرتين من اللون الأزرق. ما الذي تعتقد أننا سنحصل عليه في الثالث؟ لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث كرات باللون البرتقالي. لننتقل إلى الكوز الثاني أم نوم. أوه، يبدو أنه باللون الأصفر. وإنه واو. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع كرات باللون الأصفر. ما الذي سنحصل عليه في الكوز التالي؟ انظر إلى ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. رائع، خمس كرات باللون الأخضر. الآن لدينا اللون البنفسجي. كرات المثلجات لا تتوقف. على كم كرة سنحصل الآن يا أم نوم؟ لدينا ست كرات وجميعها باللون البنفسجي. ها نحن مجدداً، هذه المرة باللون الوردي. على كم كرة سنحصل هذه المرة يا أم نوم؟ هل ستكون أكثر من اللون البنفسجي؟ أجل، لدينا سبع كرات وباللون الوردي. لنقم بالأمر مجدداً، هذه المرة بالمزيد من الألوان. أعتقد بأننا سنتجاوز العدد الوردي. أعتقد أنها ستكون ثمانية وجميعها باللون البني. أوه، بنكهة الشوكولا، هذا جيد. ما هذا؟ لا أعرف هذا اللون. مهلاً، هل أنا أم نوم؟ ما هو هذا اللون؟ وكم عدد الكرات؟ أعتقد أننا سنتجاوز اللون البني. أجل، بالفعل،
إنها 9 وجميعها بألوان قوس قزح. هذا الكوز الأخير، ولدينا كرات بيضاء وسوداء. انظر إلى ذلك، هناك عدة أكواز. هل يمكننا تناولها جميعها أم نم؟ أوه، سنتجاوز عدد ألوان قوس قزح. إنها 10 كرات وجميعها بيضاء. أم نم، لا تتناولها جميعاً ودعاً. أصفر، أحمر، أخضر، وردي، أزرق، ثلاث سمكات أبي سيف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربع نجمات بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس سمكات ريح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر قريدسات. نجمة، مثلث،
دائرة. مربع. كرة القدم. تنس. السلة. الكرة الطائرة. وداعا. ما هذه؟ إنها كرة قدم حمراء، وهذه كرة زرقاء اللون، وهذه أيضا إنها برتقالية، والأخيرة كرة خضراء. ولكن أين أم نوم؟ ماذا لدينا هنا؟ إنها تفاحة. على ماذا تدل يا ترى؟ آه، قد أتى أم نوم. مرحبا أم نوم، أينكم؟ أجل، أنت جائع؟ عليك أن تصل إلى التفاحة. لا أظن أن القفز قد ينجح، فلنحاول استخدام الكرات. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. أصبح لونك أحمر بعد قدمك لها، فلنحاول مجددا. الآن حان وقت التوت الأزرق، إنه لذيذ جدا، فلنباشر الآن يا أم نوم. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. لقد أصبحت أزرق اللون بعد تناولك للتوت. حان وقت البرتقالة، فلتحصل عليها. هل أنت مستعد للقفز يا أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. والآن أصبحت برتقالياً. أوهو، أظن بأنها إجازة. هل تظن بأنك ستحصل عليها؟ هيا فلنبدأ. ألست جائعاً أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. وها قد عدت إلى اللون الأخضر. وداعاً أم نوم. أزرق. هي.
الودي. أخضر، برتقالي، نجمة، مثلث، مربع. أحمر، بنفسجي، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، أخضر، أصفر، سماوي، وردي. أحمر، سماوي، أخضر، وردي، أصفر، ما الذي تفعله اليوم؟ ما كل هذا؟ أوه، هل هذا ما أفكر به؟ إنه العالم أمنام. ما الذي يخطط لفعله؟ إنه صندوق. لماذا هذا الصندوق؟ لماذا كل شيء بلا لون؟ ما الذي يفكر به أمنام؟ ما الذي تفعله تلك الآلة؟ لنكتشف ذلك. هل سنركب الدراجة؟ أوه، أنت تشحن الآلة. وانظروا، ما اللون الذي سيتشكل بعد الشحن؟ إنه الأخضر. لنستمر بإدارة العجلات. الآن اللون الوردي. المزيد بعد، ما هو اللون التالي؟ الأزرق. لنكمل بشكل أسرع، الأصفر. وما هو اللون الأخير؟ هيا، يمكنك فعلها أمنام. أوه، أأنت بخير أيها العالم أمنام؟ لقد اكتمل الشحن. إنه الأحمر. لنرى إن كانت الآلة ستعمل. أوه، هناك ألوان تخرج منها. وانظر، أصبح الصندوق ملوناً. لقد ملأنا الفراغات. الشكل الأول هو مثلث، مثلث أخضر. والثاني هو مربع، مربع أزرق. والآن لدينا دائرة،
دائرة صفراء، والتالي إنها نجمة، نجمة وردية، والشكل الأخير الذي لدينا مستطيل، مستطيل أحمر. أحسنت أيها العالم أمنم، اكتشفنا الأشكال والألوان. وداعاً. واحد تفاح. اثنان، اثنان كرز. ثلاثة، ثلاثة توت. أربعة، أربعة فراولة. خمسة، خمسة كمثرى. ستة، ستة موزة. سبعة، سبعة بطيخ. ثمانية، ثمانية أناناس. تسعة، تسعة برتقال. عشرة، عشرة عنب. تعلموا الأشكال. مثلث، أين نراه؟ في قطعة بيتزا. قبعة احتفال. دائرة، أين نراه؟ في حلوى. في ساعة. مربع، أين نراه؟ في بسكويت. شرائح. أحمر، ¡Gracias!
البنفسجي، أخضر، وردي، أصفر، أحمر، بنفسجي، أخضر، وردي. صغير، الأصغر، بروكلي، باذنجان، فجل، فلفل. Subscribe! Click to watch more!